أجمعين الأعزاء. هكذا وعلى بركة الله تعالى إذن أعلنت انطلاقة هذا الشوط وهذا التحدي. مع انطلاقة هذا الأسماء المميزة ننطلق وإياكم إلى الصدارة وإلى العنوان الأول لنرى شعار صالح بن عوده العنزية مع الشاهينية وانطلاقة الشاهينية. بينما ثاني الأسماء تصل هنالك شهب ماجد بن صالح اليامي من ينطلق مع شهب. بينما القادمة على المستوى الثالث هنا بشعار بخيت بن ظفر المرواني ينطلق مع انطلاقه. أو هنا بن خضر من ينطلق مع خير وتحديات خير. ولكن القادمة ومن تتسلل من الجانب الآخر هنالك الفيصلية وفيصل بن فهد الهاجري من ينطلق ويتسلل على حساب الجميع. ولكن بن سفران من ينطلق هنا في هذه اللحظات ويقدم لنا جباره. عبد الله بن مسفر بن سفران المري ينطلق ليغير الامور مع جباره وتحديات جباره. ولكن شعار الدوسري هو الواصل مع تحديات. هنا الذيبه عايض بن هندي الدوسري ولكن بن سفران مع جباره وانطلاقه جباره. عبد الله بن مسفر بن سفران المري ينطلق مع جباره من دون أوامر ولا تعليمات. هنا جبارة على الصدارة وعلى المقدمة والذيبة هي الاسم القادم. الله الله الذيبة مع عايض بن هندية الدوسري ينطلق في هذه اللحظات ويتسلل إلى الصدارة. عايض بن هندية الدوسري ينطلق مقدما لنا الذيبة على الصدارة والمقدمة. من خطفت الصدارة هنا بشعار الدوسري. سلامي عليك بن هندي على هذا الأداء المميز الذي انتزعته الذيبة في هذا الشوط. ثاني مركز عبد الله بن مسفر بن سفران المري. ثالثا شعار سلمان بن صالح بن عبد الله البطين. رابع مراكز حمد بن جار الله البريدي. وخامس الأسماء شعار